هذه اللقطة لن ينساها العالم، لحظات جميلة بين كريستيانو رونالدو ومعجبيه الصغار. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. كريستيانو رونالدو صاحب 5 كرات ذهبية وصاحب الأرقام القياسية الأعلى في كرة القدم، ويعتبر الأسطورة الحية كريستيانو رونالدو أحد أفضل اللاعبين في العالم إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق، وبالطبع لدى هذا النجم الكثير والكثير من المعجبين حول العالم. وفي هذا الفيديو سنشاهد ونستمتع معا بعضا من اللحظات الجميلة بين كريستيانو رونالدو ومعجبيه الصغار والتي لن ينساها العالم. لنبدأ. في هذه اللقطة وعند خروج كريستيانو رونالدو من الحافلة لنتابع كيف تبعه هذا الطفل الصغير الذي يلبس تيشيرت البرتغال، ولكن تابعوا تواضع الدون كريستيانو رونالدو وكيف أوقف الطفل الصغير وأعطاه بعض الهدايا التذكارية وقام بالتوقيع له أيضا. وهنا الكاميرات تلاحق كريستيانو رونالدو لتعرف ما الذي يدور بينه وبين معجبه الصغير. على دكة بدلاء يوفنتوس كان هذا الطفل يرغب بالتحدث مع كريستيانو رونالدو، ولتواضع الدون تابعوا الطفل كيف استمتع بوقته، وليس هذا فقط بل جلس بالقرب من كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء كما ترون أمامكم. لحظات استثنائية يعيشها هذا الطفل. يدخل كريستيانو رونالدو إلى هذا الفندق فيجد كرة أمامه من شخص من ذوي الهمم، فتابعوا كيف بادله كريستيانو الكرة ثم ذهب الطفل لاحتضانه، فقام رونالدو بالنزول واحتضانه أيضا. وليس هذا فقط بل لاعباه وكريستيانو رونالدو وكريس جونيور القليل من تنطيط الكرة كما تشاهدون، ويبدو أن هذا الطفل يستمتع جدا بوقته مع رونالدو وهو يقوم بتنطيط الكرة وتبادلها مع النجم الأكبر في العالم. حسنا، لنستمتع بمهارات كريستيانو رونالدو وطفله وهذا الطفل الصغير أيضا الذي يقدم مستوى رائع رغم أنه فاقد لقدميه. لنتابع معا تواضع رونالدو وأيضا كيف يلعبون الكرة بشكل مميز جدا. هنا كريستيانو رونالدو في زيارة لرياض الأطفال من ذوي الهمم، فيمكنكم أن تستمتعوا رونالدو وكيف يبعث البهجة والسرور على قلوب هؤلاء الأطفال الصغار أثناء عزفهم على هذه الآلات الموسيقية. يبدو أنهم مستمتعون للغاية بمقابلة رونالدو. لنتابع معا هنا زيارة كريستيانو رونالدو لهؤلاء الأطفال من ذوي الأمراض المستعصية والسرطان، وهنا بداية يرحب بهذا الطفل الصغير. يمكنكم أن تتابعوا مدى السعادة التي تلقاها الأطفال هنا بمجرد رؤية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهنا بإمكانكم أن تتابعوا كيف يتجول في أرجاء هذا المشفى بحثا عن الأطفال الصغار حتى يقابلهم وينشر الفرح والسرور بينهم. وهنا يأخذ الصور التذكارية مع الأطفال، وليس هذا فقط بل يتحدث معهم وعن مشاكلهم. وهنا يمكنكم أن تتابعوا كمية الفرح والسرور بين هؤلاء الأطفال والتي عمت لرؤيتهم رونالدو. وبالطبع هذه لفتة إنسانية رائعة من الدون والذي يقوم بزيارة الأطفال لينشر السعادة والفرح في قلوبهم. حسنا، أصحاب هذه الأمراض يعانون كثيرا وبالطبع هم فاقدو الأمل في هذه الحياة،
ولذلك يجب على كبار اللاعبين وأيضا الأشخاص المسؤولين زيارتهم والاطمئنان عليهم دائما. ورونالدو في هذه اللقطة بالطبع كان ودودا للغاية مع هؤلاء الأطفال، وقام بمقابلتهم جميعا ورسم السعادة والفرح على قلوبهم. لنتابع هذه اللقطات الجميلة والاستثنائية لكريستيانو رونالدو داخل المشفى. أما هنا بإمكانكم أن تتابعوا كيف قام بإهداء قميص المنتخب البرتغالي لأحد الأطفال، وليس هذا فقط بل قام باللعب معهم على كرة الطاولة. ولنستمتع معا بمهارات كريستيانو رونالدو في هذه اللعبة، والذي يبدو أنه غلب من قبل هذا الطفل الصغير. حسنا، يمكنكم أن تتابعوا كيف تلقى هدفا. كريستيانو رونالدو لم يزر فقط الأطفال، بل قام بزيارة الأطفال الصغار جدا أيضا، وقام برسم السعادة والفرح على قلوبهم. وبإمكانكم أن تشاهدوا كمية الفرح والسعادة من هؤلاء الأطفال على الأسرة عند مقابلتهم لرونالدو. في هذه المشفى لأمراض الشلل يمكنكم أن تتابعوا رونالدو وكيف يستمتع مع هؤلاء الأطفال الصغار والذين يسبحون داخل بركة المياه. وبالطبع يتم إنزالهم إلى بركة المياه مع أشخاص مختصين حتى يسبحوا ويستمتعوا بوقتهم قليلا. بالطبع دعم هذه الفئة من المجتمع أمر ضروري جدا حتى يشعروا بأنهم ينعمون بحياة أفضل. يبدو أن رونالدو هنا يتابع أحد الأشخاص المصابين بينما يتعافى على آلة المشي. عند دخول هؤلاء الأطفال مع رونالدو إلى أرضية الملعب، تابعوا كمية سعادتهم وهم ينظرون إلى بعضهم البعض لأنهم يقفون أمام كريستيانو رونالدو. يمكنكم أن تتابعوا ردة فعلهم وكيف هم سعيدون جدا. لنتابع هنا زيارة كريستيانو رونالدو لهذا المكان والذي يحتوي على أطفال من ذوي الهمم والمصابين بأمراض عضال. وهنا بإمكانكم أن تشاهدوا كيف يستمتع الأطفال مع كريستيانو رونالدو، وليس هذا فقط بل هذا الشخص من ذوي الهمم أيضا طلب توقيعا من كريستيانو رونالدو حتى يستمتع به. وهنا يرتدي التيشيرت وعليه صورة رونالدو، وهنا بإمكانكم أن تتابعوا كيف يلعب مع الأطفال الصغار بهذا الشكل المميز. يبدو أن رونالدو لا يحترف فقط كرة القدم، بل يحترف أيضا صناعة السعادة وإدخالها في قلوب الآخرين. لنستمتع بالنجم البرتغالي وكيف ينشر المحبة في هذا المكان. هنا وقبل دخول كريستيانو رونالدو إلى أرضية الملعب، يمكنكم أن تتابعوا الأطفال الصغار وكيف يحتشدون بجانب رونالدو وينظرون إليه بهذا الشكل. وهنا قام هذا الطفل بمحاولة السلام عليه، ليقوم رونالدو وهو بكل تواضع باحتضانه، ومن ثم قام باحتضان لاعب آخر. وهنا أتى الحكام للسلام على كريستيانو رونالدو كما تشاهدون. يمكنكم أن تتابعوا محبة الأطفال وتواضع رونالدو معهم. فجأة أتت نظرات هذا الطفل الصغير مع رونالدو، فتابعوا ردة فعله كيف كانت وكيف قام بمداعبة هذا الطفل الصغير. يتقدم لاعبي المنتخب البرتغالي إلا كريستيانو رونالدو الذي رجع وقام بأخذ صورة تذكارية مع هؤلاء الأطفال. فيمكنكم أن تشاهدوا هذا التواضع الكبير من النجم البرتغالي. حسنا، يبدو أن هذا الطفل دخل قلب رونالدو بسبب أنه يقوم بحركات تضحكه للغاية. حسنا، بعد أخذ الصورة التذكارية تابع كريستيانو رونالدو وكيف أخذ يضحك على هذا الطفل الصغير الذي يقوم بتقليده. يبدو أنها لحظات جميلة يعيشها هؤلاء الأطفال. كان هذا الطفل ينتظر بالقرب من حافلة اللاعبين حتى يتمكن من الوصول إلى كريستيانو رونالدو. وبالطبع يمكنكم أن تتابعوا دموعه، ولأنه في النهاية التقى بنجمه المفضل. وليس هذا فقط بل أخذ الكثير من الصور التذكارية مع كريستيانو رونالدو. تواضع كبير للغاية من النجم البرتغالي الذي يقوم بالتوقيع على تيشيرت الطفل الصغير واحتضانه.
إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.